الآن عبيت الكيس 2 كيس نايلون مدبل حجم 3 كيلو. هنا ملعقة، هنا قليل من الملح، أقل من طرف الملعقة، شوف كما تشاهدون، في بيالة شاهي، وهذا الملح يساعد على عدم تعفن التمر إذا كانت الرطوبة زائدة. هكذا تعلمناه من آبائنا وأهالي القرية هنا في أشمسية وغيرهم بالقصيب، وإن شاء الله تكون التجربة ناجحة. نكمل معكم. إذا كان التمر لين زيادة فيوضع فيه إذا كان 3-4 كيلو بيالة كاملة، إذا كان أقل فيوضع فيه نص بيالة فقط أو ربع بيالة. هذا شكل التمر الآن، صار تقريبا 2.5 كيلو. ربطناه وحطينا فيه نص بيالة موية مع مخلوط فيها قليل من الملح. نقلب هذه الكيس اليوم، نخليها على جهة ونجيها يوم الأحد إن شاء الله ونضغطها بالغاز هنا. والقصد أنا من هذا الفيديو هو أنك تسهيل عملية كنز التمر، وأن لا يرمى أي تمر عندكم. لا تقول لي تمر خربان، أي تمر مجاز لك حطه كيس وأكنزه بالطريقة. واللي يبي الطريقة أفضل بشرح كامل يكتب في اليوتيوب كنز التمر سليمان السلام عليكم. هذه نتيجة دحية التمر اللي كان بالمدرسة اللي سبق وصورته بعد 14 يوم. هذا هو دحي مجروش.